معايا النهاردة تحفة من التحف، آية من آيات الله عز وجل، صوت ملائكي جعل وسخر لخدمة كتاب الله عز وجل، بيت من بيوت القرآن. انتوا سمعتوا فرد من أفراد هذا البيت في حلقة من الحلقات السابقة، مش الحلقة الماضية وإنما اللي قبليها يمكن، وده البيت سبحان الله بيت عامر بكتاب الله عز وجل. بس النهاردة معانا حاجة غير كل الحلقات الماضية، لأن الشخص اختلف من شخص إلى خلينا نسميه كده شخصية، أو من ذكر إلى أنثى. إحنا في العادة دائما نستقبل القراء ولا نعرف إلا القراء ولا نعرف القارئات. النهاردة هنتعرف مع بعض على قارئة من القارئات نظرت نفسها لكتاب الله عز وجل منذ أن كانت في السادسة من عمرها، ففتح الله عليها فتحا مبينا ووهبها صوتا هو أشبه بصوت الرجال. وأي رجال؟ عظماء الرجال في القرآن الكريم. هتشوفوا النهاردة معانا بنت صغيرة ولكنها تقرأ وكأنك تعيش معها، تعيش مع مصطفى إسماعيل الله يرحمه. معانا الضيفة العزيزة الأخت سمية علي الديب، مرحبا بك يا سمية. وهو أخوها كمان قاعد جنبها، أخوها محمد علي الديب اللي كان معنا، مرحبا بك يا محمد. طبعا سمية نشأت في كتاب الله عز وجل وفي رحاب كتاب الله منذ أن كانت في السادسة، واستمرت في الحفظ يا محمد لحد السنة الثانية عشر من عمرها على ما خلصت، مش كده؟ الحادي عشر. الحادي عشر خلصت حفظ القرآن الكريم. أنا طبعا مش عاوز أتكلم مع سمية عشان اسمعوها فقط، أول حاجة تسمعوها في القرآن. قبل ما نسمع أي حاجة منها في الكلام نسمع القرآن منها، بعد ما نسمع القرآن هنتكلم معاها، هتسمعوا حتة منها قصة رائعة وحدث وموقف حصل معاها في تركيا فعلا فعلا يدل على أن الله عز وجل جعل كل الخير في هذا الصوت الملائكي وفي هذه القراءة يعني المتمكنة منها، ربنا يفتح عليها وياخذ بإيدها. قبل ما نتكلم خلونا نسمع حتة كده من الأخت سمية. هتقرأ إيه يا سمية؟ خواتيم سورة آل عمرون. ترتيل ولا تقرأ تجويد أول حاجة؟ ترتيل. يلا ترتيل، ربنا يفتح عليك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. بالله عليكم، لو البنت دي استعملت الصوت ده في حاجات تانية هتشوفوها النهاردة ايه؟ مش تستقبل بالورود والزهور بالسجاد الأحمر ويقعدوا يتكلموا عنها في التلفزيونات وفي القنوات، زي ما شاهدنا امبارح عيل من عيال السار أكاديمي ازاي الدنيا قامت وقعدت مات. وايه يعني؟ هو مش كل الناس بتموت؟ فشوفوا الفرق. بنت من بناتنا تحمل كتاب الله عز وجل في صدرها، مش بس كتاب الله بل بقراءات العشرة، شو كده؟ هي ما زالت تقرأ يعني، ما زالت بتكمل قراءات العشرة، وقرأت صوت جميل وأداء راقي جدا، لسه طفلة صغيرة. بالأداء ده مش فيناش حد اهتم ولا حد يعني وقف وقفة معاها يلي هي تستحقها، وإحنا بنحاول في البرنامج ده نديها حقها في بلد القرآن، مصر بلد القرآن. زي ما بتوع الفن بتكرمه وبتعظمه، الأولى والأحق بحمل كتاب الله أن يكرمه، زي ما فعلوا فيها تركيا. أنتوا عارفين سمية الطفلة دي كرمت في بلدان كتير، راحت تركيا وراحت النمسا والجزائر وحتى كرمت من السودان في مصر. مش بس كده، ده تركيا لها شأن عظيم جدا، تركيا لها شأن عظيم جدا. مش بس كده، حتى تركيا يعني قنواتهم كلها عليها سمية الديب، تليفوناتهم عليها سمية الديب. تستقبل سمية الديب استقبال الملوك في تركيا. ليه؟ لأنهم عرفوا قدر كتاب الله سبحانه وتعالى، عرفوا قدر كتاب الله سبحانه وتعالى. مش بس كده، سمية الصوت بتاعها ده كان دعوة إلى الله عز وجل، وكان سبب في حجاب بنت من بنات الأتراك. أنا مش هتكلم على الحتة دي، حسيب سمية شوية تكلم معانا عن الموضوع ده. سمية، إيه اللي حصل معك في تركيا في موضوع الحجاب؟ كنت أنا والدي في ساحة مسجد أيوب سلطان. سلطان أيوب واسمه سمونك أيوب سلطان. طبعا أيوب هو أيوب الأنصاري، هو الصحابي أبو أيوب الأنصاري الله يرضى عنه. نعم. وكان معنا مترجم اسمه أستاذ بلال، بيترجم اللغة العربية. فأنا قابلتني سيدة عجوز يعني، وعين قعدت تعانقني وتبكي. فاحنا كناش فاهمين حاجه، كانت عماله تتكلم لغه تركي وكناش فاهمين حاجه. فاحنا استفسرنا من استاذ بدال، فقال لنا هي كانت بنتها هي حاولت معاها كام سنين كتيره عشان تلبس الحجاب، وهي بنتها كانت تأبى مش راضيه تلبس حجاب خالص. ولكن هي لما شافتني في التلفزيون وعلى القنوات التركيه فهي ابتدت الحجاب على طول. ما شاء الله. شوفوا الدعوه يعني. شوفوا الآن سمية في هذا السن كان لها أثر كبير في دعوة البنات والنساء أمثالها إلى أن يلتزموا بكتاب الله عز وجل، وإلى أن يلتزموا بدين الله سبحانه وتعالى. امرأة عجوز تشتغل على بنتها سنوات علشان تتحجب، لما سمعت سمية وشافت سمية بالوجه الملائكي ده بحجابها برصانتها بسكينتها سكينة القرآن، امتثلت مباشرة إلى أمر الله عز وجل والأذنت بالحجاب. أنا صراحة مش حابب أتكلم كتير، أنا اللي عاوز أسمع وتسمعوا كلكم معانا سمية وهي بتقرأ التجويد، وشوفوها بتقرأ إزاي. اسمعوا معانا سمية الدين. اتفضلي يا سمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله لا
يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الله 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 أكبر الله أكبر ربنا الحقيقة أن لساني يعجز عن الكلام. أقف وقفة معجب ووقفة انحناء لمثل هذه التلاوة. أنا كنت بقول هي بتقلد مصطفى إسماعيل، لا هي تعد مصطفى إسماعيل، راحت على محمد رفعت. يعني تلاوات تقشعر لها الأبدان، بتعيش معاها وكأنك تصعد إلى السماء. بالله عليكم، هذا الصوت مش لو استعمل في حاجات تانية هيكسر الدنيا، هو كده كسر الدنيا في القرآن. لأن الجبال لو نزل عليها القرآن لخشعت، ولكن إحنا للأسف نسمع القرآن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لا تنظروا إلى أي شيء، ولكن انظروا إلى المعاني التي تتصاعد مع هذا الصوت الجميل من بنت طفلة صغيرة، ولكن صوتها صوت كبير، صوت يعيش مع العظماء مع الكبار. أنا بصراحة يعني الكلام اللي كنت عاوز أتكلم فيه مع سمية غاب عني، لأنني نسيت كل شيء
عندما سمعت أواخر البقرة. وأواخر البقرة أنتوا عارفين إيه؟ هي تضرع إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الدعاء برحمته، إنه كريم حنان منان. سمية، أنت ترتيبك كام في البيت؟ في الإخوة، في أخواتك يعني؟ ثالثة. طبعا أنت معك بنت لسه في البيت، والباقيين كلهم شباب، كلهم صبيان. طيب مين اللي وجهك نحو القرآن؟ مين اللي أخذ بإيدك بالسكة دي؟ والدتي. ما شاء الله. طيب انا على فكره طبعا انا من خلال سماعي ليكي انا شايفك ان انت ما شاء الله يعني متقنه لحته موضوع المقامات والتنقل بين المقامات، عليك بتنقلي بشكل سريع جدا. طبعا اخوكي استاذ، كنا بنسمع موسيقار المره الماضيه، انت طبعا لسه في السكه، بس ما شاء الله يعني انت يعني بتنقلي بشكل جميل. انت بتعيشي مع المقامات دي ولا فقط لانك سمعتيها وتعلمتيها؟ يعني انا اللي ده عاوز اساله عنه. انا يعني حسب الايات اللي بتتكلم على العذاب، فبقولها يعني بصوت صوت حزين. حزين. والآية تتكلم عن الجنة بقولها بصوت جميل. يعني أنا اللي عاوز أفهمه منك، أنت بتعيشي مع الآية، تقرأ الآية بتعيشي مع الآية. نعم. جميل جدا. طبعا أنت ما شاء الله أنت طبعا حفظت القرآن الكريم. نعم. وأتقنت الحفظ، فأنت طبعا فهم المعاني اللي بتقرأيها، عشان كده بتحاولي تقرأي على حسب المعنى اللي فهمه. نعم. فالمعنى عاوز إيه تديله المعنى هو المطلوب منه. نعم. جميل جدا، جميل جدا. سمية، إيه طموحاتك؟ يعني أتمنى يعني أن أنا أعلم البنات قراءات والتجويد، وأحفظ القرآن أيضا لما أكبر إن شاء الله. يا رب. يعني طموحك أصبح معلمة للقرآن الكريم. نعم. وقارئة للقرآن الكريم، ده هو طموحك، ده هو حلم حياتك. ربنا يفتح عليك يا سمية، ربنا ياخذ بإيدك. وأنت شايفة أنه ده الحلم يتحقق؟ يعني الحلم ده أنت ماشية فيه يتحقق الآن ولا لا؟ الآن لا لسه يعني إن شاء الله. إيه العائق من تحقيق الحلم؟ أنا لسه لما أكمل دراستي وأبقى متقنة أكتر في التجويد وفي القراءات في كل حاجة. طب أنا عاوز أسأل سؤال معلش، أنت شايفة نفسك في مصر زي تركيا؟ طبعا مفيش مقارنة. ليه؟ هم في تركيا يعني هم هناك بيسمعوا القرآن بقلوبهم، هم نفسهم عاوزين يسمعوا، يعني هم هناك يعني أنا ما أقرأ يقعدوا يبكوا. هم هناك يعني بيحبوا القرآن أكتر ما الناس هنا في مصر بيحبوا. انت شايفه كده ان هم بيحبوا القران اكتر منا؟ نعم. عشان كده هم متاثرين اكتر بالقران. شايفين يا اخواننا، شايفين التعبير، اهل تركيا بيحبوا القران اكتر منا. هو صحيح الكلام ده؟ يعني هو رغم ان القران بلغه عربيه ومش بلغتهم، بس هم برضو بيقعدوا يقون يسمعوا اي حاجه بيقعدوا يبكوا على طول. سبحان الله. واحنا لما نسمع قران يعني اما انه احنا يعني نسمع فقط عشان لو كان في عزاء او في موت الا من رحم الله طبعا، او انه يعني ايه يعني عشان هو تعبد، اتعبد في ربنا يا سيدي، اسمع قران، اسمع لي حته قران، اما اقرا لي حتتين كده ثلاثه بعد اسمع لي حته قران. شوفوا المفارقه يا اخوانا، معلش انا باقي معي خمس دقائق، انا عاوز الخمس دقائق دي استغلها بالقران، مش هختم بالدعاء، انا هختم بسميه. انا عاوز من سميه، معلش انت محضره لي مقطعين انا عارف الكلام ده، بس انا عاوز منك ايتين بس، لسه ايتين. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فآمها فجورها وتقواها. اختم هنا، حاول تختم. اختم هنا ازاي؟ قد أفلح من
مكة وقد خاب من دسا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أستطيع أن أقول ولأول مرة أختم الحلقة دي بلا تعليق. أسيبكم أنتوا تعلقوا، أنتوا والمسؤولين وكل اللي بيسمعنا في مصر، بدون تعليق. التعليق لكم أنتم. شوفوا وتعلموا، وياريت وياريت نشوف بناتنا زي سمية، بأخلاق سمية، بسكينة سمية، أن نكون عندنا بنات لا يعرفون من هذه الدنيا إلا كتاب الله عز وجل. ولو أصبح عندنا بنات زي سمية هنشوف أن الحال سيتغير كليا، لأن البنت هي أساس في كل شيء، لأن هي الراعية للبيت. لو أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا عشقوا كتاب الله وأحبوه وتعلموه زي سمية، دي الحياة وحياة الأمة الإسلامية كلها هتتغير. فربنا ياخد بإيدنا وإيدكم لهذه المكرمة، مكرمة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل في ختام الحلقة أن يوفق سمية، وأن يبلغها مرادها، وأن يحقق لها أحلامها بأن تصبح قارئة من القراء الكبار، ومعلمة من المعلمات الكبار لكتاب الله عز وجل، وأن يعني يوفق والديها، وأن يجزيهما عنها وعن أخواتها جميعا وإخوانها خير الجزاء، وأن يبارك في محمد إن شاء الله، وأن يجعله أيضا من القراء الكبار. ولا يسعني في آخر الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى حبيبي وأخي الشيخ محمد حربي الذي كان منسقا لهذه الحلقة، وأيضا للأستاذ أحمد حامد المخرج لهذه الحلقة، وكذلك إخواني المصورين معايا هنا في الاستديو وكل العاملين. أستودعكم الله، وألتقي بكم يوم الثلاث. بكرة مفيش حلقة، بكرة حلقة الأستاذ محمود سعد في برنامج وتلك الأيام. معلش، وكل اثنين يعني هما اثنين واثنين، إن شاء الله الاثنين اللي بعده هيكون الوقت اختلف إن شاء الله. فبكرة مفيش حلقة، بكرة وتلك الأيام مع الأستاذ الكبير محمود سعد إن شاء الله، وإحنا هنلتقي يوم الثلاث. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.